الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي. شحال بقى لنا الفوط خويا؟ شحال بقى لنا من نهار؟ شحال؟ مو 24 جيب مو 24 ان شاء الله 24 يوم. كيفاش كيفاش مع كيفاش فوطو من فوطو واش كيفاش؟ شوف نقول لك حاجه، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا محمد رسول الله. رانا في لاريشويكي صح، قلنا بقات 24 يوم انتخابات رئاسية. عندنا 24 يوم 24 يوم صح. السؤال تاعك واش يعني مواطي ومواطي واش انتخابات؟ يا خويا شوف انا نعطيك رايي هذا الشخصي اللي مقتنع به والله يسهل واحد وعقليته ياك. انا بالنسبة لي الانتخابات هذه راهي مصيرية. واش معناتها مصيرية؟ راهي المصير تاع الجزائر هو على كف عفريت كما يقولوا. اولا اي طيت شوية ايه واش اللي نعيط؟ باش الصوت شوف نقول لك حاجة عيسى روحوا هكذا هكذا فهمتني؟ اها معليش يا اخوان احنا ما ندخلوش في انتخابات حلال حرام جوع ما تجوش الله يسهل. احنا نهضروا على الجزائر وين راهي برك. الجزائر راهي في خطر. واش معناتها في خطر؟ رانا في فم السمع كما يقولنا راهم جماعة كل يسناو فينا زرقاء في الكاع. ايوا واش معناتها؟ غير نديروا ان فو با الفوبا تاعنا واش هو يا جماعة باش نبسطوها باختصار شديد تسمى كون يسيح الدم راهي زاقات. معناتها زاقات كون يبدا يسيح الدم راه ما يحبش يا جماعة ديروا حسابكم هكذا. صح حبيت نسيك حاجة. صح احنا درنا حراك. ايه درنا حراك من الآن شحال قولوا الدوز هكذاك ابري ولا الديس جمعة 10 ابري 10 واش صرا؟ واش اللي صرا؟ جماعة درك راهم يقول لك الحيرات راهو حيرات. لا لا خويا اسمح لي ماهوش حيرات، هذه راهي رجعت عصابة تاع الحيرات. دوك نقول لك نعطيك الأسباب، نعطيك الأسباب دقق معايا في الهضرة هذاك. هذا ما كان الحيرات واش كان ينادينها الأولى؟ ياك لو فان دو فيبري 2019 خرج الشعب الجزائري كامل واحد ما خرجوا. اللي يقول لك أنا وين خرجت الحيرات ولا أنا هو أبو الحيرات راهو كذاب ولا دجال. أنا نقول لك حاجة، الشعب الجزائري خرج سبونطاني. واش معناتها سبونطاني؟ خرج هكا بعد الناس كل وصلت لواحد القناعة أنه لازم تغيير لازم كذا حاجة ربانية. أيوا يعطيك صحة. شوف هي فيها كرمنا ربي صح واحد الكرمة ما كانش خرجنا الشعب الجزائري الكل خرج يطالب. واش المطال تاعنا العهدة الخامسة هذيك هي ذاك راني غاد نقول لك غاد صح. لا لا مليحة روح وصل بعد الخامسة حبست بوتفليقة اللي كان من المحب باش يستقيل اتنحت الحكومة رؤوس العصابة كاع دخلوا كامل دخلوا للحبس راهم في الحراش. قول لي انت ما كانش انا نقول لك روح الله يسهل عليك وحدي ربي يسهل صح. واش صرا من بعد؟ الناس اللي كانت تقول حنا الروب الجزائر راهي في الحبس، الناس اللي كانت تقول انا هو الجزائر راهي في الحبس راحوا كل الحبس وبقات الجزائر. درك ركز معايا يا عيسى خويا لا الناس تخرج في الحراك وتعيط وتقول هذا مانيش هذا الناس كلها هذا الناس تخرج في الحراك من بعد الجمعة العاشرة. ولاو يعيطوا ملي كانوا يعيطوا خاوة خاوة، ولاو يعيطوا خاوة خاوة ولقا يتصالح مع الخوانة. شوف هذيك الهضرة كي تقول لي يتصالح خوانة تسمى الجيش تاعنا خوانة، تسمى احنا ثاني خوانة. علاه الجيش شكون هو الجيش؟ الجيش هو انت وانا وباباك وبابا وخوك وخويا ولدك ووليدي وولاد الجزائر كلهم في الجيش. هيا غدوة كي نضربنا الجيش ويجي جردان تاع الناطو يجيو من ليبيا ويجيوك من تونس ويجيوك من مصر ويجيوك من السودان ويجيوك من العراق ويجيوك من افغانستان باش تلاقيهم بالعصي تلاقيهم بالعصي وتلاقيهم بالشعارات الملغومه تاعكم. لا لا خويا سامحني شوف فيا ما يديك ما يجيبك ما يبيعك ما يشريك. الجزائر قبل كل شيء واش معناتها؟ يعني الجزائر قبل كل شيء، قبل قايد صالح قبل انا وقبلك انت وقبل حتى واحد. تقول لي تخرط الشيخ ونقول لك نروح نقول لك الشيخ. الجزائر في 2013 برنارد هورني ليبي اللي دار الربيع العربي في البلدان العربيه وقعدهم وطيحهم ودمرهم يعلنها. روح الفيديوهات عندك اليوتيوب ابحث يقول لهم ابري لا سيري سا سورا لالجيري. سمعتها تورد
بعد سوريا طيح في سوريا في عام ولا عامين ورانا نعدين الجزائر. الجزائر وكان فيديوهات على الإرهاب تاع تونس في تونس يهضروا وتوعدوا الجزائر احنا جايين احنا جايين. أروا خويا طحانين مرحبا بكم عندكم ما تلقاو. صح وفينا المبرك ملخص برك منا للدوز واش راح يصرى منا للدوز. شوف الله أعلم يصرى ما يصرى هكذا بس حاجة واحدة ديروا حسابكم الجزائريين والجزائريات أطعوصوا 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 تقصوا الجيش تاعكم وطيحوا وين يطيحوا الجيش راكم طيحوا كامل وطيحوا كاع الجزائريين. وهاني كتيبة هذه اللي نهضر فيها مش هضرة تاع درك تسمى جات مع الحمال كي كنتوا انتم باردين حنا كنا سخان كنا ندافعوا كتبتها في 2015 أوت 2015 وهي في الفيسبوك وفي تويتر وكل بصح ما يهمش هذيك أنا يهمني درك اللي راهو يسمع إذا ما اقتنعتش عندك حاجة واحدة عندك جوجل روح طلع إسرائيل الربيع العربي ابحث كيفاه نصبوا الشبكة وداروا فخن كبير وطيحوا ربع جيوش عربية نحوها من اللعبة. اليوم إسرائيل ما بقى في جهة غير جيش واحد هو جيش الجزائري. ديروا حسابكم الجزائريين. السلام عليكم. سلام صح أخويا جمال صح.